of um, the... Uh...

Guys, good afternoon. Good afternoon. How are you guys? So let me register your names. Uh, we have Heba. Yes. So, this is level one. Okay, so good evening, Hiba. Good and evening. Dana, good evening. Good evening. We have Nahil good evening. Good evening. Raed, good evening. And we have Tagreed. Tagreed, good evening. And Zainab. Good evening. Thank you guys for coming and I think I have to share the screen and we have to complete. Okay. Let me open the book and let's complete. ما say guys إنه بآخر الكورس بده يكون في exam. وكمان ال exam بده يكون عبارة عن text. نقرأ ال text وحيكون في questions. هلا بما إنه أنتوا level one the questions حتكونوا true or false. أو select the correct answer. وحيكون في questions أكيد عن الجرامر فجايز uh, أكيد لازم كل الأنسرز يلي بنعملها نكتبها على البوك uh, لأنه أكيد ال questions حتكون من ال exercises uh, يلي uh, نحن عملناها هلا مش حتكون حرفيا نفس ال exercises بس على الأقل نفس الرولز uh, وتقريبا نفس السيستم بال questions فأكيد لازم Uh, نحل كل الكلى اللي عم نعملها بالكلاس اوكي okay. uh, نحن وصلنا عند ان وين؟ جيف مي ا مينيت اه ذس از ات اوكي جايز هلا اكسرسايز نمبر فور جايز اكيد شرحناه وبيحكي عن possessive اس برجع بقول جايز possessive اس اما بتكون بوزيشن تملك او بتكون فيرب ودائما جايز possessive اس لما تيجي بعد البروناون يعني لما لما تيجي بعد الهي بعد الشي بعد الاز بعد الات اكيد بتكون از اما لما تيجي بعد الناون أه بدي يكون حذر جايز لأنه بدي أعكس الترجمة لحتى أعرف إذا استخدمت الـ possessive إس بالشكل الصح أو لا. أوكي. Okay. نرجع نحكي عن الرول يلي بتقول إذا بنشوف الجرامر سبوت جايز في عنده my name's ريك وأكيد my name's ريك هي إسمي ريك والـ إس هي إز. أما لما أقول my brother's name هاي الابوستروفي اس بتخص البوزيشن يلي هي هيز نيم اسمه واكيد عرفت برجع بقول جايز بعكس الترانزليشن لاتاكد اذا كانت البوسيسيف اس بتخص البوزيشن او الفيرب اوكي هلا جايز في عندنا كويشنز بالاكسرسايز نمبر 5 كويشن نمبر 1 از سين هوز ادوارد طب هاي الwhose, الـ whose الابوستويفي اس شو هي جايز؟ مين بيعرف؟ هو از اه برافو اه برافو فمعناها Who's جايز هي كمان اختصار للـ is لما تيجي جايز الابوستويفي اس مع الدبليو WH مثل الوات والهو فمعناها الابوستويفي اس هي فيرب. هاي وات فاكيد مع الابوستويفي اس بتصير واتس والهوز مع الابوستويفي اس بتصير who is what is who is فأكيد بتكون uh, verb مش position so he is who is Edward he is Rick's brother هلا Rick's brother uh, هي ال position لأنه أكيد لما بدي أحكي the translation بتصير أخو Rick فال apostrophe S هي position okay question number two بيقول who is Rosie و هو is Peter وأكيد هو is هيلين و هو is Lily who knows خليني أفتح التكست جايز لحتى نكون قادرين نجاوب على الـ فخليني أفتح البوك توايس اكزاكتلي أوكي Let's minimize. Oh, bravo! This is the second one. Oh, bravo! Okay. Let's change the text. Let's be This is it. The bravo. Okay. طيب هيدا التكست جايز وبتأكيد بدنا نجاوب على question number two اول question بيقول who is rosie okay let me go up now who is rosie guys she is Rick's sister she is Rick's sister she is Rick's, sister. Rick's sister. sister oh bravo okay واكيد جايز لما اقول she is Rick's sister بدها تكون الأنسى بهالطريقة هاي so, مفروض قول شيز وأكيد الأبوستروفي إس هي اختصار uh, لل إز وركس شيز ريكس وأبوستروفي إس وأكيد بعدين سيستر ما ننسى جايز إنه أول أبوستروفي إس إز فعل وثاني آه برافو وثاني آه برافو سو so, شيز ريكس سيستا طيب. Question number two بيقول who is بيته. his ريكس father father. أبرابو his ريكس father, father. برافو. فأكيد هي اختصار للي is ريكس father. أول apostrophe هي وثاني apostrophe

طبعاً جايز الاس والأم والآر هن بالحاضر ماضي الـ Verb to be هن واز Was برافو. Was where. Oh, bravo. Was where. Oui. فكل هي برافو. Oh, كل هيدي الأفعال جايز بسميها Verb to be. يعني لما أقول Verb to be أكيد المفروض نحن نتذكر هيدي الأفعال is أم um, آر بالحاضر was وير بالماضي. Okay. Now question number one is saying complete sentences with the verb to be. هلأ بدنا نحل الـ exercises. باستخدام الverb verb to be الصح. خليني أكتب اسم جميلة. Okay. Now exercise number one, guys, is saying where you from? <applause> are you from? Doctor, where are you from? What is it, uh, guys? Where are you from? Oh, bravo. Where are you from? بتزبط <applause> قول where is you from? <applause> ليه? لأنه you ما أر okay. مش برافو، تاخذ أر صح، Where are you from? Two, you from London؟ Yes I, I London. Oh, London. Are you from London? Oh, bravo. Yes I am Yes I am, oh, bravo. Mm -hmm. فأكيد بال yes or no question. فقط بذكر الفاعل بالفعل bravo Three, how old are you? Are you? How are old, you? old are you, bravo طيب. I am 15. Oh, bravo. So I am 15. طبعا إما بقول I am 15 أو بقول I'm 15. I am 15. Oh, برافو بالاختصار مثل ما بدنا. طيب انا نفترض أنه guys بدل you عندي شيء شو بقول؟ Is. Oh, bravo. Is... How old is she? Bravo. Now for your sister is married. No they are your sisters, Maria? Bravo. Are your sisters married? No, they are are. Yeah, no, they are. And you know. Aren't they? A kid, no, they aren't. Oh, i guy negative. And you know. I'm a kid, yes? pattern negative. بس مع انه بدي احط النيجاتيف نو ذي ار وينت كمان قادر اقول نو ذي ار نات طيب جايز بما انه نحن معلمين بسكول الفرنش لانجويج عم نعاني من لفظ هيدي الورد جايز اي فعل لما ينتهي بواي في افعال لما تنتهي بواي بحذفها وبستخدم بداله اي اي دي بس بدي انتبه باللفظ لانه لفظهم بده يكون مختلف عن الطريقة يلي نحن بنلفظها، يعني, يعني هيدي الورد طبعا هيدي الورد تعني متزوج، بس خلونا نسمع كيف بتنلفظ بشكل صح. ماريد، أجن. ماريد، أوكي، نات ميريد، بات ماريد، أوكي، أوكي وحتى بهيدي الورد جايز كمان بتنتهي بآي اي ما بقول استديد فبقول استديد Let's listen. Studied. Studied. Okay, guys. Okay. So, are you sisters married? No, they aren't. my sister is my sisters, my sister. As. As. Bravo. It, it, singular, صح, bravo. Now, five is saying, I like you. You, my friend. Uh, you, ooh, you are, you are. My friend Bravo. I like you because you are my friend. Okay, now let me go back a little bit. Six is saying, You mother a doctor. What do you think? Is a oh, Bravo, uh, guys? On the six, uh, sorry, sorry, we have six hands from Germany. His is it. Has isn't, thank you. Hans is not from Germany. Oh, isn't. Famana, who women win? Switzerland, Switzerland. Switzerland, he is Swiss. Okay, guys, so Hans isn't from Germany, he's from Switzerland. Top seven. Your mother a doctor? Is no. Is mother a doctor? Is oh, Bravo? A kid is your mother a doctor? no, عندي singular. طب إذا بدي no. no, she is not. No, is she is, is not Bravo. Or oh, no, she isn't. مثل ما بدنا No, she isn't. Or, no, she is not. Now eight. I Italian. I'm French. I am. Um, I'm not. not. I'm, I'm not bravo I'm not Italian but I'm French I'm not okay. Italian على كل حال عندي recording أكيد حنسمع ونتأكد إذا عملنا الإكسرسايز بشكل صح أو في عندنا mistakes now the recording is 1.8 let's listen to 1.8 uh, this is one and this is recording Number eight. I don't have money to buy you. Okay. So one, two, three, four, one, two, three, four. Tape script one point eight. No bravo. One. Where are you from? Oh, bravo. So where are you from? abbreviation. guys, <laughs> where are you from? Two. Two. Are you from London? Yes, I am. Oh, bravo. So, are you from London? Yes, I am. It is correct. Three. Three. How old are you? I'm 15. It's correct. Four. Are your sisters married? No, they aren't. Oh, bravo, they aren't. Five. I like you. You're my friend. You're my friend. طبعا guys إذا سمعتوها بهالسرعة هاي بتكون قالت You're my friend. فالاختصار كثير شائع بالإنجلش فبدي انتبه guys السبب إنه السبيكر شوي بنحس عم بيحكي بسرعة بسبب الابريفيشنز يلي هي الاختصار. So I like you because you're my friend. Six. 6 6 Hans isn't from Germany. He's from Switzerland. Oh, bravo. It's correct. 7 Is your mother a doctor? No, she isn't. No, she isn't. Correct. 8 I am not Italian. I'm French. So, thank you so much. All the answers are really correct to be, guys, in the English language. Okay. Now, exercise number two. Exercise number two is saying, what is apostrophe S? يعترى شو هي apostrophe S? هي had is أو position Number one is saying, my name's Juan. What is this? This is is because my name is. أما exercise number two بتقول my sister's friend isn't married. طبعاً أول apostrophe is هي position السبب لما أعكس the translation بتصير صديق أختي ليس isn't married متزوج. So this s is, is position. Now three. Sonia is Italian. Oh bravo. Sonia is Italian. Now, four, she's a okay. doctor, a teacher. Yes. She mm -hmm. is. A Like you can teach a position by the article A. So she is a teacher. Five, her brother's wife is in English. Position. A kid. Zouj. Ochti. Oh, zouj. Ahuha, sorry. Uh, wife. Zoujit. Ahuha isn't English. Now six. My brother's children are beautiful. Position. 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 أكيد. أولاد أخي yeah. are beautiful. جميل. Exactly. خلاص يعني أنا بظن هلا صرنا نعرف نميز بين ال ال s إذا كانت position أو إذا كانت verb. Okay. Now pronunciation. Pronunciation guys هي الطريقة يلي لازم أفهم على speaker مية بالمية لا اعرف عن شو بيحكي لانه احيانا جايز اللي pronouns في عندنا بعض الفيربس متشابهين بالسبيكنج متشابهين بالpronunciation فانا بدي اكون حذر اكيد لا افهم المتكلم عم بيحكي عن شو اوكي هلا بهيدا الاكسرسايز جايز السبيكر حيحكي سنتنس اما حيحكي اي او حيحكي بي فنحن حنسمع منيح لنعرف اذا بده يحكي اي او بي لنعمل له تك This is it, okay? Okay, okay. So let's listen, which is recording one point nine. Tape script one point nine. One. One. She's from Italy. What? She's. She's from Italy. What? He or she? She. Okay. طيب يلي هي. خلينا نرجع recording. Please let's listen again. Tape script 1. 1.9. One. She's from Italy. Okay, guys. She's from Italy. She is from Italy. Now, two. Okay. Two. What's his name? What? What's A's. his name? Oh, bravo! It is his. A. What's his name? miss her name? Bravo. Yeah. Now three. Three. Your English is good. What? Is good. Your oh, English, bravo. Your English is good. It is A. Now four. Four. Where's she from? What? A. Hey, she. Is. A. She amazing. Where's she from? Not he from. Now five. Yeah. Five. He's a teacher in England. What? B B, is B. it is B. He's a teacher in England. Mish from England. That's amazing. Finally. Six. We aren't English. What? B. It is B. We aren't English. Akid Mishu aren't English? guys, the speed of speaking, I not understand the speaker one hundred percent. I have to be careful. Okay. Now let's talk exercise number four. Uh, it's not that important. Now five. Five is saying make true sentences. About you with the verb to be. Now we have to use verb to be and then we have to use not. Okay, now here I have I'm not at home. وي... We, are not oh, we are not in class. We are not in class. Oh, we aren't in class, kid. you're not in class. We are we in are class. We are in class. Amazing. Now three. We in a cafe. We aren't. are not in a cafe. Oh we bravo. Aren't. We aren't in a cafe. طيب ال positive شو؟ We are not. We, we, are. We, are. we are. We are in a cafe. Bravo. We oh. are in a cafe. طبعاً guys yeah. لاحظوا لحظ, لاحظوا الأكسو على الاي E لما نشوف guys الأكسو بالانجلش فبدي ألفص هيدا الحرف اي فورا بيتحول لاي يعني لاحظوا هاي كافيه اه oh, برافو كثير طلاب بخربطوا بهيدي الورد فانا بدي اكون حذر جايز بالنسبه للاي اكسون e طيب خليني اكتب الوورد واكتب اكزامبل ثاني مشان ما نخربط بهيدا الاكزامبل uh, اوكي برجع بقول جايز كافيه اذا بنلاحظ كافيه عندي اي اكسون واكيد بدي فوزة كاي يعني بتصير كافي ما بقول كوفي لانه هاي كوفي دبل اي وخطيب او خطيبه بالانجلش هيك بتنكتب لاحظوا جايز عندي اي اكسون واكيد بدي اقول اي فبصير لفظه في نسي في ينسي تعني خطيب او خطيبه اوكي جايز ما نسهروا yeah. لانه كثير كثير مهمه اوكي اوكي سو وي ار وينت ان ا now ناو فور ات today it isn't ات isn't برافو طب اذا كان اليوم الاثنين شو بقول ات it. It is اكيد فدائما جايز نوت not... على طول محله بعد الفيرب على طول مش بس verb to be verb to be verb to have verb to do modal verb main verb على طول النت بعد الverb so it isn't Monday today. Now five is saying my teacher's name Richard. Isn't? Isn't. طب إذا كان اسمه Richard. is isn't. أكيد Bravo. So my teacher isn't Richard. Now six is saying my mother and father. at work uh, not. Uh, bravo. aren't or not اه aren't او are not برجع بقول جايز اثنيناتهم صح بتختاروا الاسهل اذا باستخدام الابريفيشن اسهل اختاروا الابريفيشن اما اذا من شوي تلبك فبلا ما نختار الابريفيشن لانه both ways are correct 7 I married I'm not married I'm not not Um, I what? Aren't yeah. I aren't married. Yeah. لا الـ I... I. am I not. The yeah. I. بتاخد M و R. Oh guys. The I. The verb to be. بتاخد M و R. So I am married. أما إذا كنت uh, ليس متزوج شو بقول? I am not married. ابراهو. Uh, yeah. I am not married. أو oh, I'm not married. مثل ما بدنا لاحظوا جايز انه الام ما بتقبل الأبريفييشن يعني قادر اقول انا isn't قادر اقول aren't بس ما بقدر اقول امنت فالام جايز لا تقبل الـ النت بالمره ما بتقبل اختصار بالنت فما بقول امنت طبعا فقط ام Now eight is saying my grandmother seventy five. إيز it... is... <applause> طب إذا عمره خمسة وسبعين إيز أكيد so you have to be careful أوكي okay. <applause> <applause> طبعا جايز نحن بالكورس اللي عم ندرسه أكيد بدي يكون في listening حنسمع recording وبدي يكون في reading حنقرأ أكيد وبرجع بقول حيقيمكم بالريدنج وبدي يكون في رايتينج وبدي يكون في Uh, 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 listening, reading, speaking and writing وأكيد حنعمل speaking هلا جايز، exercise number six بيقول write about your life أوكي okay. طبعا guys هيدي الهومورك حتكون بت, آه, بتخص الرايتنج هاي حتكون هومورك وأنا حأكتب عن حياتي اللي بتخصني بنفس الطريقة يلي, ك... يلي شفناها بالنسبة لحياة ريك وطبعا جايز الهوم وورك بدها تكون على بيبر ولازم نستخدم خط الايد ما نفتح اي فايل على اللابتوب ونكتب باستخدام الفايل لانه مش حاقبل اي فايل، السبب لازم نعمل براكتس باستخدام خط الايد اوكي هلا اذا كثير ملبكين ومش عارفين بنرجع بنقرا ذا ستوري اوف ريك ويلسون وأكيد بكتب عن حياتي بالطريقة اللي خبرنا إياها ريك ويلسون أوكي جايز أوكي طيب وأكيد جايز بالحصة اللي حتيجي بعد بدي صحح الهومورك أي حدا مرتكب خطأ بالفيرب تو بي مرتكب خطأ بالنات مرتكب خطأ بالأبوستروفي إس آه بدي يكون في ايفالويشن على الهوم فجايز اوعى انه لما خلص رايتنج ما ارجع اعمل ريفيجن لحتى اتاكد انه ما عندي ميستيكس بتخص الفيرب to بي او الابوستروفي اس او النات اوكي جايز اوكي سو ما جايز واكيد كل حدا بيكتب الهوم وورك اله بلس وكل حدا ما بيرتكب اخطاء كثير كمان اله بلس سو بليز بي كيرفول اوكي Now, in exercise number two, guys, we have adjectives. well, adjective Andy big. Do you know the meaning of big? Yeah. Mm. Do you know the meaning of small? Yes. Mm. What is the meaning of nice? Nice. No. Yeah. Uh Bravo. What is the meaning of beautiful? Same. Exactly. What is the meaning of expensive? غالي. آه, yes, exactly. غالب. It is غالي. طبعا guys عكس expensive it's cheap. It's cheap. It's cheap تعني رخيص. It's cheap. طبعا ما بقول cheap لأنه إذا بدي أقول cheap صارت خروف. هاي cheap. الشيب جايز بال بالسي يعني شه بتصير خروف فبيتغير المعنى كليا فبدي يكون حذر جايز والفظ أكيد الحرف بالشكل الصح فالسي إتش بدي أقول تش والإس إتش بدي أقول ش this is cheap this is cheap يعني إذا بدي أقول this blouse for example أو this pants um, are شيب لا هون معناها أنا تغير المعنى كليا so please be careful okay so expensive is غالن

الانترستد والانترستنج. هلا جايز شوفوا شو بتقول الرول واسمعوني منيح في عندي adjective الانترستد وعندي الانترستنج مشان ما نرتكب الخطا ونفكر انه نفس الشيء. جايز الانترستد بنقولها للاشخاص اما الانترستنج للاشياء. يعني شوفوا الرول شو بتقول اي adjective بينتهي بايدي بخص الاشخاص اما اي ان جي بخص الأشياء، يعني مثلاً، شوفوا الإكزامبل شو بيقول، بيقول I am, I am interested، أنا مهتم in watching uh, for example um, um, romantic movies فلاحظوا جايز لما أقول I'm interested فمعناها بتخص الأشخاص أما إذا بدي أقول this book is interesting هاي صار بتخص الأشياء لأنه interesting بال ing صارت ممتع وبتخص الأشياء أوكي جايز أوكي فأكيد ما نوقع بهذا الخطأ مش بس interested أو interesting في عندي guys فيرب اسمه amaze amaze يدهش الأميز اما بتصير amazed أو بتصير أميزنج. amazing أمايزينج. آه برافو، so amazed أو amazing. كمان نفس الشيء جايز، نفس الرول تمام، يعني الإيدي للأشخاص أم amazed because my friend answered the question. لما أقول I am amazed عم بحكي عن شخص، أما this movie again is amazing فعم بحكي عن أشخاص. this class is amazing. آه، لانه هاي الرول جايز كثير آه، طبعا مش بس بي انترستينج في عندي آه، امبارسينج امبارست حنحكي آه، عن هالرول بالتفصيل بس خلينا هلا جايز آه، نتاكد انه الادجكتيف اذا بينتهي بي دي بخص الاشخاص اي ان جي بخص الاشياء وبدي انتبه جايز بلفظ هيدي الاد الادجكتيف اغلبنا جايز بيقول انترستينج انترستينج جايز مش مزبوط مية بالمية فبدي أقول interesting interesting guys التشديد على حرف ال -N مش حرف ال R بلاحظ أنه كثير طلاب بشددوا حرف ال R برجع بقول ال adjective interesting ما بشدد حرف ال R ولكن بشدد حرف ال N ف interesting not interesting اوكي okay, guys <applause> طيب كمان في رول جايز pronunciation كتير مهمة هاي difficult لاحظوا كلمة difficult طبعا شو معنى difficult صعب اه برافو صعب عكس difficult is what easy easy this is it اوكي okay. okay. لاحظوا جايز كلمة difficult انا ما لفظت الاي احيانا جايز في عندي كلمات لالفظ الكلمة بالشكل الصح بدي اوعى في words مش كل حرف بلفظه حرفيا يعني difficult انا اسقطت الاي ساوند حتى كاميرا لما بدي اقول كاميرا طبعا أنا احنا بنلاحظ انه كلمه كاميرا is written like this وفي طلاب بيقولوا كاميرا كاميرا جايز بثقافتنا فقط اما بدي اقول كاميرا ونفس الشيء فاميلي this is family ما بقول فاميلي هلا صح عندي الاي مزبوط الاي موجوده بس ما بقول فاميلي you have to say family difficult camera ففي words بدي يكون حذر بالنسبة للpronunciation أكيد لحتى ألفظهم بشكل صح so interesting not interesting difficult easy friendly what is the meaning of friendly صدوق هيك من آه صداع آه, exactly cold بارد آه برافو أنت آه Business awesome. uh, years. Amazing, exactly. Okay, Dana, can you hear me? Yes, please. Can you read these adjectives big, small, nice, beautiful, expensive, and interesting? Oh, bravo, easy, friendly, cold, sunny. Amazing. No mistake, Dana. Amazing. Hiba. Yes. Please uh, read the adjectives. Okay. Big, small, nice, beautiful, expensive, interesting, uh, difficultly. Uh, sorry. Difficult, uh -huh. easy, friendly, cold, sunny. Oh, bravo. That's amazing. Thank you so much, Hiba. Jamila. Yes. yes, big, small, nice, beautiful, expensive, interesting, difficult, easy, friendly, cold. Thank you so much, jamila You had no mistake, amazing, right? Uh, big, small, nice, beautiful, expensive, uh, interesting, uh, difficult. Easy, friendly, cold, sunny. Amazing, but right, how can I read this adjective? Interesting. Amazing, thank you. Okay, let me ask, um, Tareed. Yes, big, small, nice, beautiful, expensive, interesting, difficult, easy, friendly, cold, sunny. Amazing, thank you so much, Tareed. You have no mistake. Okay, Zainab. big small nine